ذلك النقطة تاع الكل مغاربة تعاطفوا مع تلك الممثلات انتحرت، الكل تعاطف مع الكل ونسوا أنها خائنة. السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي يكون مختلف ديفرنت، يعني غيكون فيديو كله اختلاف. تخيل معي أن اليوم غنتحدثوا على يعني الفائزين أو يعني الأشخاص اللي كانوا ناجحين في هذا رمضان، وسلسلات وممثلين وبرامج ناجحين، وبدورهم سنتحدث عن الفاشلين منهم. الفاشلين منهم واللي كانوا كتار للأسف، كيف ما ديما مع هاد الممثلين المغاربة وهاد المنتجين وهاد المخرجين وهاد المؤلفين. انت غادي تقيو بالفن والإبداع، انت راه طبنا وحنا تنتظر طبنا. خليكم مع هاد الفيديو، هيا بنا لي نبدأ. بكل صراحة السلام عليكم مرة أخرى، واليوم كيف ما قلنا غادي نهضروا على ثلاثة النقاط اللي خلاصة ما حدث في رمضان، وإبداع وفن وكل شيء، وحموضة هي الآن غنتحدثوا على الناجحين في رمضان، لم انطلاقا من سلاسل وكواكب، من سلسلات رمضانية سيتكومات وغيرها، ومن برامج أيضا من ممثلين، وسنتحدث عن الفاشلين منهم، من سلسلات ومن برامج ومن ممثلين، وسنتحدث عن كحل أو نصيحة للموسم المقبل أتمنى أن تأخذوا بها. استفيدوا، أنا سأعطيكم نصائح 100% سنجح لكم السنة الماضية. هل فهمتم؟ هيا بنا نبدأ الفيديو. سنبدأ من أول سلسلة ناجحة في هذا رمضان صراحة بدون منازع، اللي هي سحلفة يسار، سحلفة جوج. سلسلة أقل ما يمكن أن يقال عنها، كل حلقة تريند، كل 30 حلقة تريند، لن تحصل ومستحيل امبوسيبل أن تحصل في التاريخ، 30 حلقة كلها تريند. ما هذا يا صار؟ ما هذا يا سحلفة اثنان؟ ما هذا يا تكفاتي الجمال، جمالك الذي لا نعرف من أين هو، في أين هو، على من أين هو، فين هو؟ سلسلة جميلة، دقيقتان، خفيفتان، ظريفتان، ممتعتان، مضحكتان، الحمد لله. فقط هذا ما يريده الفن، السهل الممتنع، قلناه وسنكرره، يسار السهل الممتنع، ونجاح على نجاح. وأنا متوقع لأنه سوف يكون ظاهرة في السنوات المقبلة، لن يكون محمد رمضان مصر، سنتحدث عن من هو الذي سيكون محمد رمضان في المغرب، ممثل انفجر في هذا رمضان بالذات. ولكن لنذهب مرحلة بعد مرحلة، يسار سحلفة أفضل سيتكوم كان في هذا رمضان. هناك سيتكومات أخرى مثلا ليقطع عن برق، هذه السلسلة اللي بكل صراحة حطمت أرقام قياسية في المشاهدات، في التريند، في قصة، في يعني حطمت، يعني دخلت في مواضيع لم يكن يصل لها منتجون، وهذه شجاعة تحترم عليها سامي أقريو، تخيل معي، يعني كتبت ولكن أول مرة تكتب يعني سيناريو بهذا العمق، وسيناريو تاع 30 حلقة، وسيناريو تاع سلسلة طويلة، يعني ليست سيتكوم صغير أو سلسلة قصيرة، لا، سلسلة تاع 45 دقيقة في الحلقة، يعني تفوقت على نفسها، ويعني الآن كيفما تنقولوا أنجبت لنا في المغرب سيناريست اسمه سامي أقريو، جميلة جدا بكل صراحة. بالرغم أن المسلسل بكل صراحة أنا لم شاهدت فيه فقط تألق عملاقين اللي هما عزيز حطاب والصقلي نور الصقلي، ممثلين ثقيلين بعينيهم يمثلون. وانا بكل صراحه عندما اشاهد نور الصقلي او عزيز الحطاب يمثلون مثلا مع ربيع الصقلي او مع تلك قلبوع، عندما اشاهد نور الصقلي وعزيز الحطاب يمثلون مع اولئك ارى فرق كبير، وارى عندما يكون الشخص يعني خاطر او كما كنقولوا تخت تخت تمثيل مع شخص لا زال يحاول ان كيف ما نقولوا يصطنع في التمثيل، وحتى البكاء لا أصدقه، تخيل معي عائلتي كلها لا تصدق بكاء الصقلي ولا تصدق رياكشنات القنبوع وبكائها. الفرق كبير بين الإنسان عندما يكون عامر وممتلئ بالتمثيل وعندما يكون لا والله. المهم ليس موضوعنا هذا، موضوعنا في السلسلة نجحت نجاحا كبيرا، فيها إشكالين سيئين كنت أتمنى ألا أراهم في هذه السلسلة. أول إشكال اللي هو سيناريو جميل جدا من أقريو، ولكن النهاية لم تلعبها جميلا. لماذا لم تلعب النهاية جميلة؟ لأن لم يعطونا سبب محدد
لماذا الصقل صالح يعني قام بالصلح مع والدته، وكيف قنبوع ياقوت صالحت والدته عنبر؟ لم يعطونا سبب مقنع، انا لم اقتنع بذلك السبب. في لحظة ضررك هذه إذا بعيد والدتي ويصالحوها الأخرى بدوني، لم يعطونا تمهيد، لم يعطونا يعني سبب للصلح. الحلقة قبل الأخيرة لا يريدون التحدث معهم ويكرهونهم، الحلقة الأخيرة ذهبوا للصلح. أين هو اللوجيك؟ لم أرى اللوجيك في الحلقة الأخيرة. نعم جميلة ودراماتيكية وتبكي وحزينة وممتعة وسعيدة، ولكن لا يوجد اللوجيك. سامي أقريو خانا أنها لم تعرف أن تنسق السلسلة لتأتي بالنتيجة النهائية في الحلقة الأخيرة، يعني لعبت على القصة وعلى الجوهر وعلى الممثلين، ولكن مع تصاعد أحداث والحلقات جاءت في الحلقة الأخيرة ودعكت لكي تنهي السلسلة. لا، كنت أتمنى أن يطول الجزء الثاني ويكون يعني الحبكة تكون متقونة 100%، تكون متقونة. هذا الذي بكل صراحة أزعجني. والنقطة الثانية السيئة في السلسلة اللي هي ذلك النقطة تاع كل المغاربة تعاطفوا مع تلك الممثلة، انتحرت الكل تعاطف مع الكل ونسوا أنها خائنة. خائنة يا أخي، يعني ما يمكنش لك تعاطف مع إنسانة خائنة صح؟ نعم كان خصها ما تموتش وتعذر وتستغفر وهذه، ولكن أن ماتت وهي ماتت خائنة والإنسان ما زالت تتعاطف معها. فبكل صراحة اسمحوا لي في هذه النقطة هذه، إذا كانت سامي أقري وبغى توصل الميساج تاع أن الناس يتعاطفوا معها فأنا ما متفقش، ما متفقش وما غنتفقش. أما الإيجابية تاع المسلسل كثير بزاف، القصة، الإبداع تاع عز حطاب ونرزق، الإبداع تاع سامي أقريو، والشيء الأهم اللي قلت لكم بداية الحلقة، أصبح عندنا محمد رمضان سوف يكتشف في المغرب. من هو؟ هو ابن فلان، ابن فلان اللي خليك التلميذ يغلبه الأستاذ أو الحنش كي ولد مطول منه، فقل لي فلان مع ولد فلان. لماذا فلان مع ولد فلان؟ ممثل خطير، ممثل في الدراما خطير، ممثل في العنف خطير، في الشغب خطير، في القوالب خطير. هذه السلسلة انفجر فيها تمثيليا، وأنا من هنا أقول لكم أفضل من أبو فلان بمراحل، بمراحل بدون مجاملة. فلان هو عزيز علينا وكل شيء، ولكن هذا انفجر، وهذا إذا بقى يعني أخذ أدوار يعني خرافية في تصاعد، محمد رمضان المغرب سوف يكون ناعم وقليل في حقه. ممثل مجنون، عينه كيف يلعب، تحريكه للحيتي. هذا هو الممثلين الشباب اللي بغينا، ما بغيناش الوسيطة والمعارف، بغينا ممثل عنده ما يعطي. هذه سلسلة جميلة جدا. أجي أرى لك سلسلة السيئين، كم كاميرا خفية مشيتي فيها، حيد علي هذا الشيء. غنعطي على النصيحة في الأخير، وغنعطي النصيحة كنت مني يستفدوا منها. نهضروا على أعلام على إيش، نهضروا على الأولى الصبا لا بأس بها، عزيز داداس شوية، ديك البنت شوية، واكين داك واكين شوية. مهم هذه ما قدرتش نعطي فيها انتقادات، لماذا؟ لأنني لم أشاهد كاملة، ولكن شاهدت حلقات لا بأس بهم، يعني ليست تلك الحموضة، يعني قدموا ما عليهم كيف ما تقول، جابوا المعدل، جابوا المعدل. إذا أردنا أن نتحدث عن من أيضا الكوبيراتيف، الكوبيراتيف هنا هنا هنا، هذه تعب تعب تعب. الكوبيراتيف هنا سوف نقف، ما يمكنش تقول لي أنا أن الكوبيراتيف لحد الآن مازال ما تعلمناش من لوبيرج ومن الخاوة ومن ياك حنا جيران سيرت تجي، ماشي سيرت تجي، حنا جيران كنا جيران غنبقاو جيران، ديك السلسلة اللي فيها كنا جيران وبقاو كيترف كنا قبلنا حنا هما جير، المهم جيران من وراء كاع ديك السلسلات. ما بغيتهم يتعلموا بأن السلسلة عندما تكون في مكان واحد لا تنجح، لا تنجح. لماذا ياقوت وعن برنجحو كيخرجوا كيمشوا هنا كيمشوا هنا كيبيعوا الزبل حاشاكم، خلقوا ديما التنوع، القصه كيكون فيها تنقل، كتكون كتوصل للمتلقى، اما في نفس الدار في نفس البلاصه كطيب المسمن هذا كيطيب اتاي القهوه، دخل هنا كيعصر زيت العود والضحك كيحاول يصطنعوه ويحو ما عادش كيف. ما فهمتش. هذو موجود النصائح اللي بتنعطي في الاخير، نصيحه لهاد اللي كينتجوا السلسله اللي كتكون في القناه الثانيه اللي كتكون ديما كوبيراتيف حنا جيران الخاوه لو بيرس هادشي كامل، هادو غنهضروا عليهم ديال وحي ولاد البهجه وحي البهجه. هاد السلسله اللي كتكون في هذا الوقت غنعطيهم نصيحه، وغنعطي نصيحه للكاميرا الخفيه مشيتي فيها بكل صراحه، رجاء رجاء ارحمونا، رجاء اعطوا التميز للدراري شباب، اعطوا التميز للجيل الجديد في الكتاب. انا لا اقول ممثلين سيئين، ولا اقول المخرج سيء، ولا اقول الانتاج سيء، السيناريست عليهم ان يعطوا السيناريست لشخص يكون كفء، ياتينا بالجديد لكي
نتلقى ونستمتع. انظروا معي البرنس لمحمد رمضان، قصة سهلة ولكن بطريقة جميلة جدا أبهرت العالم العربي، أبهرت العالم العربي. هادو مازال كيقلبوا يصوروا في دار وفي فيلا وفي عربية في بليدة في مخ صغيرة مخبية. أنا ممكنش مؤلف جيب لنا مؤلف جديد يعني على سيناريو، ما تحاولوش تكون ديك السلسلة ضرورية تكون كوميديا. احنا ما بيناش كوميديا، بينا تكون قصة زوينة وفيها فيها شوية من الفرجة الضحك، البسمة قليلة، ما بقيناش بينا الكوميديا. حيتاش الكوميديا وتا كتعربزو، بينا غير البسمة، غير نبتسمو فقط، ما بيناش ما تحاولوش تقلبوا على الكوميديا. مشيتي فيها إذا كنتم بغيتو ديروها يعني عارفين الممثلين وكل شيء عارفو هادي، فرجاء نصيحتي لكم تعلموا غير من رامز. احنا ما بغيناش نكونوا أحسن من رامز، تعلموا غير من رامز وحاولوا توصلوا قريبة غير لرامز، فقط فقط ما تزيدوا وما تنقصوا. لعبها من سمها لما نقل من رامز وحطوا، ولكن ما تنقص نفس الفكرة، نقل نفس التفاصيل. احنا موافقين حيت داكشي اللي كنشوفو الرحمة إذا نقلتوا من رامز الرحمة. وهذا الشيء اللي كان، وكان ديك برنامج ديال أبو البنات في MBC 5 لم أشاهد انفجر في إبل البسطاوي أيضا. كونغراتوليشن على هذه السنة اللي فيها بزاف ديال الإنجازات وبزاف ديال النجاحات، وكنتمنى داك الفشل ميبقاش أخوتي. تمنى الفيديو يعجبكم مع هذه الإضاءة اللي ما عرفتش كيفاش دايرة لي على وجهي، والسلام عليكم.